السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامي كمال مهدي يكشف ما يقوم به بعض رؤساء النوادي مع لاعبي المنتخب للمحليين. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، ويلا مع بعض نسمع ما يقول. تيتر ويعيط اللاعب، مش كتش صارت هذه غير صارت، لا صارت، انا عندي معلومات ومصدر موثوق، صارت انه رئيس نادي وراء رؤساء لناديين اتصلوا بلاعبين هما ما في المنتخب الوطني، كانوا ممكن يتصلوا بهم قبل ما تبدا الدوره، هذا كنقولوا معليش، ويقولوا انه ماجد بوكره انزعج مراد وردي من هذه التصرفات. يا ودي اليوم مازال ما فهمناش وراهم لي بريوريتي الرؤساء نتاعنا، والله الله يكبر لهم بركة على كل حال، يحبوا يديروا هما كان كيبانوا مع لي سيبورتير، كان راك تشوفوا راح يجيب لكم هذا راهي هكذا، راهي لا موضه جديده هكذا، لا موضه جديده كاين لكم ماشي شويه، يقول لهم دوك نجيبوا فون باستن باش 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 يكالمي شويه الغاشي. المهم المشكل وراه انا قريت يعني في احدى الاخر تروا جور ولا كات جور قبل اللقاء الاول قالوا العريبي خلاص نحاتو سيربي، هذا كان يكسر مونتالمون.